الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: خطر اللسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى رقيب أي ملك يرقبه، وعتيد أي حاضر. ليس المعنى أحد اسم رقيب والثاني عتيد، لا، كلاهما رقيب يراقبه، وكلاهما عتيد حاضر لا يغيب في أي لحظة له. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أخرجه البخاري. وما بين اللحيين هو اللسان. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذ بما تكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الترمذي. اللسان خطر عظيم، وردت في التحذير منه نصوص كثيرة لما فيه من الآفات التي يصعب التحرز منها ويسهل الوقوع فيها لمن لم يمسكه إلا في الخير. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أكثر ما يدخل النار. استوان هذا الباب هو خطر اللسان ووجوب التحرز منه، إذ أن الإنسان قد يزل في النار بكلمة واحدة يقولها لا يهتم بها. ثانيا، إن إطلاق اللسان بغير طاعة من أسباب دخول النار، وحفظه من أسباب دخول الجنة. ثالثا، خطأ كثير من الناس وغفلتهم بإطلاق ألسنتهم في الكلام بغير فائدة. الله أكبر. محمد.